السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جاية بكتاب، يعني هو اسم على مسمى، فعلا هو اسمه حدوتة، هو فعلا حدوتة. الكتاب ده من أغرب الكتب اللي أنا خدت فترة. أنا يعني عموما مش بدرس الكتب خالص قبل ما أنا أصورها، أنا بصور كده كده على طول، بدخل كده على طول، والناس كلها عارفين أنا بصور كده من غير ما أخد بالي من كتاب فيه إيه من جوه، جايز باخد بالي من الحاجات وأنا بكلمكم. الكتاب ده فعلا حدوتة. الكتاب ده عندي بقاله مثلا كتير فترة، وانا لسه ما نزلتش عنه ريفيوهات خالص بسبب ان انا كان عندي حالة صحية معينة. يعني الكتاب عجبني بشكل مش طبيعي. الكتاب حاجة تهوس فعلا. حدوتة بالعربي بيعلمنا استراتيجيات القراءة والكتابة، والكتابة المتحررة، وقواعد النحوية والاملة، والقطع الاملائية والنصوص المتحررة. تقولي لي هو نحو؟ اقول لك لا. طيب هو نحو بس؟ لا هو مش نحو بس. طيب نفتح كده مع بعض نشوف من جوه حدوتة بالعربي عامل لنا ايه، لان هو فعلا عامل لنا حدوتة. الكتاب اول حاجة مس هبة نجم العبقرية. الكتاب طبعا حجم، يعني بس مش هتحسوا بالحجم ده لانه هو فعلا شغال جامد قوي. الكتاب حوالي 305 صفحة بس يا ايسل لو سمعت. اهو الكتاب اول حاجة بيشمل على كل دول، في قواعد نحوية وفي تعبير كتابي وفي خط، في جزء للخط، وفي ازاي الطفل يتعلم القراءة وازاي يتملى، قطع املائية وقطع متحررة ونصوص متحررة وتقييمات. طيب اهو ده يعني ده الكونتنت بتاعه او الفهرس بتاعه. اهو شوف ده جزء بتاع النحو، ده الجزء بتاع النحو حوالي يعني لغاية صفحة 181 احنا بنشتغل في النحو. تمام، كل ده نحو. طيب اهو ده بقية الفهرس اهو. معلش انا يعني مش بطول في الكلام بس انا فعلا منبهرة بيه جدا. الكتاب اول حاجة يعني معلمنا ازاي نعلم اطفالنا ان هم يكتبوا بخط النسخ، وان هم يعني الجزء اللي بينزل من الحروف اخر الكلمة. وبعدين بندخل هنا بنلاقي الكتاب اول حاجة بيعلم الطفل القراءة الصحيحة. وجايد يا جماعة الناس اللي تطلب مني ان هم عايزين كتاب خط، تمام، انتوا هم عايزين كتاب خط، الكتاب ده فيه كل حاجة اهو، مديني جزء من الخط ماشي، وبعدين مديني القواعد النحوية، مديني كل قاعدة بحدوتة ماشي، مديني كل قاعده بحدوته. وانا ممكن اقرب لكم كده اعرفكم ازاي ان هو فعلا كاتب حواديت. مش هقرا الحدوته بس انا هوريكم كميه التمارين اللي هي بادئه في المد بالالف اهو. وبعدين انا دخلت على الحدوته الثانيه ماشي، وهي المد بالياء، وهي رحله الميود الى شجره الحروف، ومديه يعني حدوته فعلا اهو. ده تمارين على المد بالياء ماشي، ومديه تمارين. شو جماعة التمارين عاملة ازاي ماشي، الشدة تمام، حدوتة بالعربي من احسن انواع الكتب اللي انا اشتغلت فيها بصراحة ربنا. الكتاب من اول يوم نزل سبحان الله ومكسر الدنيا اهوت. عائلة التنوين والتنوين بالفتح، وكل دي تمارين انا عايزة اوريكم ما بعد التمارين بتاعت النحو. يعني اصبروا معايا كده اهو. ده امثله للمذكر والمؤنث عشان بقرب لان انا عينيا على قدي اهوت. قريه اسماء الاشاره طبعا لان هي كله شغاله كانه حدوته تمام. طبعا انا بجري ماشي، انت وانتي، ده كده اللي هي المخاطب، معلش هكح تمام اهو. ده المخاطب ضمير المتكلم. طبعا يا جماعة انا دلوقتي وصلت لبيج 97، احنا قلنا النحو لغاية 181 اهو. حروف العطف، انا عايزة بس اوريكم كمية التمارين، انا بوريكم كمية التمارين اللي موجودة في الكتاب ماشي. اخلص بقى النحو امي حدوتة الايه، انا لقطت حاجة كده، امي حدوتة امي العصبية مش عارفيني ولا ايه مش عارفة، لشرح فعل الامر تمام، افعال الامر. انا وصلت كده البيج 100، يعني انا دلوقتي عايزة اجري عشان اوريكم ما بعد النحو اهو. ركن اسلوب النهي 100، ده كده انا وصلت لفين؟
ملاحظات نحوية. اللام لام التعليل، ما أداة الاستفهام، من ومن، ولا النافية ولا الناهية. تمام، كل دي عليها هو لقاء مع ظرف الزمان اهو. انا كده ابتديت ان انا اخلص الجزء بتاع النحو، ماشي، حدوته نحويه، ودخلت في ظرف الزمان، ماشي، حدوته للاختين واطفال القريه لشرح الالف اللينه. انا ولادي يعني ولادي بيتضايقوا من الالف اللينه دي جدا اهو. ده جزء بتاع الالف اللينه، الهمزه، تمام. وانا كده دخلت في جزء القراءة المتحررة اهو. اسفة اهو. هنا بدأ يديني ان اول حاجة دي تحديد الجملة الفعلية والجملة الاسمية، واكتب على كل صورة الجملة الاسمية والجملة الفعلية، واداني هنا جزء القراءة المتحررة. بدأ ان هو يدي الاطفال جزء قراءة متحررة ونحل يحلهم عليه. لسه في بهارات على فكرة، انا لسه ما خلصتش الجزء ده كله، جزء قراءة متحررة. هيبدأ بعد كده ان هو يعرفني النصوص المتحررة، وانهي حقيقي وانهي خيال، انهي فعل امر وانهي نهي. تمام، اهي مديني جزء على النصوص، ماشي. وبعدين مديني بقى خريطة الكلمة، جزء على خريطة الكلمة، شبكة المفردات، كلمات على وزن اهي. اذا كانت الكلمه تتكون من 4 حروف او اكثر، يعني شوفوا يعني ازاي بنطلع الكلمات اللي على نفس وزن. التمارين، كميه التمارين، لسه بقى في الاخر اهو. مديني قواعد الاملاء، مديني قواعد الاملاء، ومديني اجزاء اهو للاملاء، ماشي، ونموذج لكتابه اللافته. كل دي الاطفال يتعلموا يكتبوا لافته. الكتاب وقسما بالله حاجه عبقريه. كتابه السيره الذاتيه، شوفوا ده يا جماعه ايه اساسيات اللغه العربيه، دي يطلعهم السيره الذاتيه. الحاجات اللي بتبقى مكتوب موجوده في سلاح التلميذ والاضواء وبتبقى مبهمه ومحدش فاهم منها حاجه. نموذج لوصف المكان، نطلع وصف المكان ونطلع وصف الزمان، ونموذج وصف المكان المحافظه، الكلام اللي هو احنا مش فاهمينه اصلا في كتب في المنهج الجديد اهو. رتب الجمل الاتيه لتكون مقاله اهو، تدريبات على المقالات، ماشي. نموذج كتابه قصه قصيره، الحاجات اللي موجودة. والله انا ابني في سنة 4، ما انا عارفة ان انا يذاكر الحاجات دي اهو. كتابة قصة مصورة، نموذج كتابة قصة، نموذج كتابة رسالة. كل ده يا جماعة اهو، رسالة اقتراح، اسئلة حدوتة بالعربي، دي بقى اسئلة اهيت وتمارين عليها، مش عايزة اكتر عليكم اكتر من كده. الكتاب حكاية، كتاب حكاية فعلا اهو، فقرة اقناعية، ونموذج كتابة مش عارفة ايه، وقدرة استخدام الاطفال للانترنت، احدد الوصف والمشكلة وجمع المعلومات وحل المشكلة، والحاجات كلها اللي احنا مش فاهمينها في كتب اللي هي سلاح التلميذ والحاجات ديت، وكتابة فقرة اعلانية. الكتاب يا جماعة كتاب حدوتة بالعربي، عامل كتاب اختراع، عامل كتاب اساسيات اللغة العربية. ازاي ان انا ابني يتأسس صح جدا في الشغل ده كله من غير ما اتعب من في كتاب واحد بس، والكتاب شامل كل حاجة، حتى جايب الخط، حتى جايب الاملاء، حتى جايب التعبير، كله جايب، كله مش سايب اي حاجة خالص. بحب ادي لكل حاجة حقها. الكتاب فعلا ممتاز، حاجة ممتازة، حاجة عبقرية. مس هبة نجم انا بشكرك جدا، الكتاب فعلا ممتاز. الكتاب يا جماعه متوفر من خلال ان شاء الله، عندنا شحن في كل مكان، عندنا شحن في القاهره وفي المحافظات، عندنا شحن لكل القرى اللي بجانب المنصوره. الكتاب متوفر، وسعر الكتاب مش مكتوب، بس هو سعر الكتاب 120 جنيه اهو. الكتاب سعره 120 جنيه. شكرا وتابعوني.